بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق والأنبياء والمرسلين. معكم أحمد المشايخ، نستكمل باقي محاضرات البنية التحتية، وإن شاء الله تعالى إن شاء الله راح ناخذ اليوم موضوع الـ DFS، اللي هو راح يكون عملية الاتصال والريبليكيشنز ما بين السيرفر الـ DFS الموجود في الـ DMZ وسيرفر الفايلز اللي موجود عندي في الـ Insight. فراح يصير عندي انا هون يا جماعه عمليه تبادل ما بين سيرفر الدي اف اس اللي هو طبعا بابليك عام، وسيرفر الفايلز اللي هو في الانسايت داخلي، واللي هو طبعا راح يتخزن في داخل الفايلز اللي الكلاينت راح يقوم بعمليه الاكسس عليها. بعد ما ننتهي من هذه المحاضره ان شاء الله راح تكون عندي المحاضره الاخيره، واللي هي خاصة في الناس استوريج في طريقة تخزينها، ولكن هذه ليست المحاضرة الأخيرة في البنية التحتية، لا، هذا آخر مرحلة في مراحل الكونفيجريشن بتاعت الشير فايلز. بعديها إن شاء الله راح ناخذ باقي الإعدادات اللي احنا راح نشوفها إن شاء الله، اللي هي عملية الـ AIGRP redistribution بين الـ OSPF والـ AIGRP، وراح ندخل على الـ Backup Cloud، ومن ثم راح ندخل على الازور والـ AWS، وبعديها راح ندخل على موضوع الـ E6i، ونشوف ان شاء الله كيف راح تنختم معنا البنية التحتية. تعالوا مع بعض يا شباب نبدأ في التطبيق العملي. نذهب الى السيرفر الـ DFSA، وراح نقوم بعملية طبعا تنصيب الـ DFS management. طبعا انا منصبها من قبل، ولكن عشان افرجيكم من وين احنا ننصبها بنعملها installation. نذهب الى السيرفر manager، وبنختار add rules and features، next next الى اخره. طبعا في خيار عندي file and storage services، بنضغط عليه طبعا عشان يفتح للسهم زي ما احنا شايفين. في عندي خيار الاوبشنز اللي هو دي اف اس ريبليكيشن، انا طبعا في كمان الدي اف اس نيم سبيس، ولكن هذه احنا راح نستخدمها ان شاء الله في الام سي اس اي ويندوز سيرفر. انا بيهمني بس الدي اف اس ريبليكيشن، لان انا بدي اعمل ريبليكيشن بين تو سيرفرز ويصير في ما بينهم تبادل للمعلومات، تمام؟ فانا بختار هذا الخيار، وبعديها بكمل باقي الاعدادات. جميل. بس في ملاحظة مهمة يا شباب، ان لازم انت لما تيجي تعمل الـ DFS لازم تكون الـ DFS نازلة عندك على السيرفرين، يعني لازم تكون عندي نازلة على السيرفر هذا والسيرفر هذا. ما بيزبط انك تعمل الـ DFS على هذا وما تنزلها على هذا، ما بيتم عملية الريبليكيشن اصلا. لازم يتم عملية الريبليكيشن ما بينهم من خلال الفيتشرز بتاعت الدي اف اس اللي هي موجوده في داخل الويندوز سيرفر. بعدين لما يصير انتقال من دي اف اس هذا الى الدي اف اس هذا، احنا شفنا التولز اللي هي مستخدمه ما بين الريبليكيشن والسينكرونايزيشن. طيب مع بعض نشوف يا شباب خطوتنا اللي راح تكون الاولى. نذهب على سيرفر الدي اف اس مانجمنت. طبعا انا مشغل عندي ايضا السيرفر فايل، هذا هو سيرفر الفايل، تمام. راح ندخل على الريبليكيشن، نيو ريبليكيشن جروب، من ثم نختار الريبليكيشن جروب مالتي، تمام. راح نحدد عندي سيرفرز ار اي بي، ونختار براوزر، طبعا هنختار من الدومين كنترولر اللي هو راح يكون عندي طبعا السيرفرات اللي انا بدي ارفقها طبعا مع داخل الدي اف اس عشان يتم عمليه الريبليكيشن ما بينهم. دومين سبيسيفيك، اوكي. طيب خلينا بس نشوف شو المشكله. هنا عندي اي بي سي دوت لوكال، اتاكد بس نشوف شو المشكله. اتوقع لاني انا مش داخل بالادمنستريتر. كده بس شو المشكلة. domain specified domain not exist connected. اوكي خلينا نتأكد يا شباب من السيرفر هل هو يعني قادر اني انا اشوفه او لا. عشرة. اوكي زي ما انتم ملاحظين يا شباب اني انا مش قادر اشوف السيرفر. من الممكن انها تكون عندي
الاي بي 6 مفعله، وانا طبعا بحب اغير دائما وابدا انا، فانتوا لازم تكونوا عارفين يا شباب برضو هذه المشاكل اللي بتبقى معاكم. لو ذهبنا للاي بي للدومين كنترولر، بس خلينا معلش نتاكد، اتوقع اني انا مفعل الاي بي 6، خليني بس اوقفه حاليا يعني في 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 اللاب هذا اي بي 6. انتوا لاحظوا ان الاي بي 6 منع لي عمليه حتى الاتصال، شايفين منع لي عمليه الاتصال يا شباب. انا الصاين نشوف الان، يا سلام شايفين كيف على طول انحلت براوزر. ممتاز، زي ما انتم شايفين يا جماعة قدر انه يجيب لي الدومين. بس عندي ملاحظة صغيرة يا شباب انا حاب بس انوه لها. فكرة الاي بي سك يا شباب اني انا اقوم بعملية تأمين السيرفرات او عملية اتصال السيرفرات من بعضها البعض بهذا الشكل. يعني انا عندي انا هنا سيرفر، تمام، وعندي كمان سيرفر، حتى لو كانوا على داخل شبكة واحدة ومتصلين عندي على سويتش واحد، تمام، بهذا الشكل بهذا الشكل، تمام. واحنا فعلنا الاي بي سك عليهم، وفعلنا الاي بي سك على هذا السيرفر، هذا السيرفر ما فعلنا على الاي بي سك، هذا السيرفر لا بيقدر يتصل مع هذا السيرفر ولا بيقدر يتصل مع هذا السيرفر، لانه اصبحوا هذول الاثنين بيتكلموا مع بعضهم البعض شباب من ببروتوكول اخر غير البروتوكول اللي احنا متفقين عليه. فاصبح عندي عمليه انكريبشن، والكونكشن اصبح انكريبشن، فطبيعي جدا ان هذا السيرفر ما يستطيع انه يتصل معايا مع باقي السيرفرات. هذه من احد الطرق المستخدمه في عمليه تامين السيرفرات. في طرق كثيره ان شاء الله راح نتكلم عنها فيما بعد ان شاء الله. طيب نستمر ونشوف شو في عندنا بعديها. نيكست. اوكي، كل ريبليكيشن جروب ممبرز، يعني شو السيرفرات او مين هم السيرفرات اللي راح تكون عندي في داخل هذا الجروب. اد ادفانسد وفايند ناو، راح يظهر لي يا شباب الان كل السيرفرات الموجوده عندي، ولكن انا راح احط الادمنستريتر عشان اقدر ادخل على السيرفرات. ظهر لي كجميع السيرفرات الموجودة عندي، حتى الكلاينت الموجود عندي اللي راح يكون عندي موجود يا شباب اللي هو الديف اس والسيرفر الفايلز. اوكي اوكي، طبعا راح ينضافوا عندي في المنبر. ممتاز، ضافوا عندي يا شباب الديف اس اي والسيرفر فايلز علشان يصير في ريبليكيشنز ما بينهم. نيكست. طيب بكل طبعا الهوب اند سبوك هذه طبعا احنا ان شاء الله راح نتكلم عنها فيما بعد في دوره الويندوز سيرفر، ولكن انا راح اخلي عمليه الاتصال يا جماعه فول مش. فول مش يعني كل السيرفرات تتبادل مع بعضها البعض. اما النوت توبولوجي انك انت لحد الساعه مش مصمم التوبولوجي بتاعتك، وما راح يحصل عندك عمليه ايش ريبليكيشن. فانا تقدر طبعا تنشئها فيما بعد، بعد ما انت تصمم طبعا التوبولوجي بتاعتك وتخلصها، بتقدر انك ترجع انت تعمل كاستم توبولوجي، يعني او تعمل كرييت ذا كاستم توبولوجي. احنا راح نخليها ايش فول مش، تمام. الريبليكيتد، الريبليكيتد يا جماعه ان في يعني سبيسيفايد باندويث. طيب انا خليه يعمل لي فول يعني على 24 ساعه يعمل ريبليكيشن، يعني لو حصل عندي اي تغيير يعمل ريبليكيشن فورا، او بدك اياه يعني يعمل الريبليكيشن بسرعه محدده، او انك انت تحدد له بايام معينه وبساعه معينه وبوقت معين مثلا، انت بالسرعه المعينه ايضا اللي بدك انت تعملها. هذه كلها خيارات يا جماعه بترجع على حسب انت بيئه العمل عندك، ما بتقدر انك تعملها بشكل تقليدي او ستاندرد، لا انت لازم تعملها على حسب تغيرات البيانات عندك. يعني اذا البيانات عندك والله تتغير كل مثلا نصف ساعة كل ساعة زي الداتابيز، يعني على مدار الوقت بتتغير عندك، فانت لا لازم تخليها فل، ولازم تخليها على مدار الساعة تنتقل عندك، حتى لو تم اضافة اي فولدر اي فايل اي تغييرات في الـ في الـ في الفايلز لازم تتعدل فورا في باقي السيرفرات. فلهذا السبب احنا رح نختار الخيار الاول. نيكست. طيب بكل مين البرايمري ممبرز، يعني مين اللي راح يكون برايمري ممبر من هذه السيرفرات. والله يعني راح يكون عندي السيرفر الفايلز، هذا اللي راح يكون عندي طبعا ممبر، او بتخليه عندك سيرفر الدي اف اس على حسب طبعا هذا او هذا. طيب انا متى اختار هذا او هذا يعني يكون هو الممبر؟ شوفوا يا شباب، عندنا احنا لو اجينا اخترنا مثلا عشان انت تكون عارف شو اللي راح تختاره معك في الممبر،
فالسيرفر فايلز اللي هو السيرفر اللي راح يكون عندي في الداخل. فاذا مين اللي راح يكون عندي الرئيسي؟ هو طبعا اللي في الداخل. فانا راح اخلي ايش السيرفر سيرفر فايلز. والسيرفر السكند اللي هو راح يكون عندي الدي اف اس اللي هو راح ياخذ البيانات من السيرفر فايلز وينقلها ل السيرفر دي اف اس بي. طيب خلينا نختار هذا كله نيكست. فولدرز تو ريبليكيت يعني الفولدرز انت راح تعمل ريبليكيت. ظهر لي انا يا شباب مين ظهر لي فايلين تمام فايل السي وفايل الاي. طبعا انا الاي هو اللي راح يستقبل من عندي يا شباب طبعا تمام. هذا وين موجود الاي؟ تعالوا نرجع شوي لسيرفر الفايلز ندخل على البارتيشن زي ما انتم شايفين. هذا هو يا شباب اللي راح يتعامل مع الداتا تمام. هي باين عندي. ولو حبينا احنا حتى نعمل كاستمايز ونحط فولدرز او فولدر بحد ذاته بتقدر ما في اي مشكله. مش شرط يعني انك تحط انت البارتيشن بالكامل لا انت بتقدر تحط فقط فولدر بذاته. اوكي تمام نعمل ايضا نيكست. تمام لوكال باث اوف اي اذر ممبرز. اوكي هذا يا شباب اللي راح يكون طبعا عندي فانا لازم اقول له تبع دي اف اس ايديت هو دي سبب احنا نعمل له انيبلد ونعمل براوزر. وانا الان يا شباب وين داخل؟ انا في سيرفر الدي اف اس تمام. راح يكون عندي انا هو المفروض انا عامل اصلا فولدر اخر بس خلينا نتاكد عفوا بارتيشن اخر. مش عامل بارتيشن ما في مشكله ثواني قليل يا شباب سنعمل بارتيشن اخر تمام. شباب بعد ما انا عملت البارتيشن نختار عندي مره اخرى براوزر ظهر عندي. اوكي اوكي اذا اصبح عندي البارتيشن اصبح جاهز نيكست. راح يقول لي يا شباب ان عندك الريبليكيشن راح يتم من خلال السيرفر فايلز والدي اف اس اي. طبعا اي عمليه تبادل بتتم من السيرفر فايلز الى سيرفر الدي اف اس اي راح الدي اف اس اي ياخذها من خلال التولز وينقلها الى الدي اف اس بي والعكس. الكونكشنز راح تكون ما بين السيرفر فايلز والسيرفر دي اف اس اي والسيرفر دي اف اس اي وسيرفر الفايلز. يعني العمليه يا شباب عكسيه. جميل نعمل الان نتاكد بس من الخيارات كلياتها شغاله وطبيعيه. نعمل كرييت راح يتكريت معايا كله سكسس كلوز. طبعا هو طلب منك انه بقول لك يعني راح يحتاج بس بعض الوقت حتى ان يتم عمليه الريبليكيشن بس لاول مره. تمام التمام يا شباب الان اصبح في عندي انا السيرفرين جاهزين. طب لو ذهبنا للسيرفر الفايلز نفس الخطوه. طبعا يا شباب انا عامل بس ننزل طبعا خدمه الدي اف اس علشان طبعا نختصر الوقت. ذهبنا لها تظل عليها دقيقه اصبحت عندي جاهزه بشكل اوتوماتيكي زي ما احنا شايفين. تمام يا شباب فاضافت عندي الدي اف اس بشكل اوتوماتيكي وهذا دليل على ان انا عندي العمل والتطبيق كلياته ماشي بالشكل الصحيح. الان لو ذهبنا على سيرفر الفايلز وفتحنا فولدر تمام واضفنا بس بيانات نعطيه بس شوية وقت راح تشوفوا يا شباب ان حدث عندي فورا في داخل سيرفر الدي اف اس اي. خلينا يا جماعه نتركه بس لبعض دقائق لحد بس ما يعمل ريبليكيشن. هذه لاول مره فقط وبعديها ان شاء الله بيصير العمليه اسرع. هي بس لاول مره طبعا راح تاخذ معنا من 5 دقائق الى 10 دقائق لحد بس ما يتم عمليه الريبليكيشن لاننا احنا في لاب وليس في يعني في ارض واقع. ولكن في ارض الواقع بتكون العمليه اسرع. طيب خلي يا شباب بس ما بين ما يعمل ريبليكيشن تعالوا احنا الان عملنا هذه الخطوات ربطنا السيرفر الفايلز مع الدي اف اس اي. تعالوا الان يا جماعه نربط الدي اف اس بي مع سيرفر الفايلز الموجوده بالفرع الثاني ويحصل الريبليكيشن ما بينهم. نذهب على دي اف اس اللي هو بي هذا الدي اف اس بي طبعا نفس الخطوه
نتأكد بس أنا عندي هنا مش منزل الـ DFS. راح ننزل الـ DFS مع بعض. تمام، خلينا ننتظر عليه ليفتح. تمام، راح نذهب على Add Rules and Features وننزل features الـ DFS يا شباب. من عندي DFS Replication، نعمل ريستارت انستول، نذهب على الفايلز ايضا نفس الشيء، راح ننزل الدي اف اس ريبليكيشن نفس الخطوه حتى يتم العمليه بشكل ناجح. انتظر عليه بس ليفتح يا شباب. تعالوا نرجع للسيرفر. لاحظوا يا جماعة، لاحظوا ملاحظين الفايلز. انا عندي، انا اللي عملته من شوي، لو رجعت للدي اف اس لاحظوا على طول الدي اف اس نقل لي، اصبحت الداتا موجودة عندي ما بين سيرفر الفايلز الموجود عندي في الانسايت وسيرفر الدي اف اس الموجود عندي في الدي ام زد. الان العملية طبعا بيتم نقلها الى الدي اف اس بي، ومن الدي اف اس بي بتنزل للسيرفر فايلز الموجود عندي في الداخل. اذا البيانات يا شباب اصبحت فيما بين الابلكيشن، بس نتم العمليه طبعا ما بين السيرفرات الان هنا، والعمليه بتتم يا شباب سكيور، لان انا عامل زي ما حكيت لكم ان السيرفرات هذه بتتكلم مع بعضها من خلال الاي بي سيك. تمام، هذا بعد الساعه الفايرول، يعني الموضوع يعني هاي ليفل سكيور. طيب خليني بس معلش، لو جربنا يعني اي حركه مثلا، نعمل فولدر تمام سيف، يجي على طول يا جماعه هاي في الدي اف اس انتشأ. تمام، دخلنا عليه، هاي احمد. تمام، ممتاز. نعمل كرييت هنا يا شباب، نيجي على سيرفر الدي اف اس الموجود عندي في الدي اف اس بي، نيو، نفس الخطوات يا شباب، سيرفرز دي ار اي بي براوزر، بس نتاكد اذا مش مفعلين. اوكي مش مفعلين الاي بي سكند. تمام، نكست، اد وادفانسد، فايند ناو، راح نرفق الادمن ستريتور. راح نختار يا شباب ال DFS والفايلز مع بعض. تمام، نيكست، فول مش فول، اوكي. راح نختار يا جماعه برضو نفس الشيء اللي هو سيرفر فايلز، وراح نختار في السيرفر الفايلز نفس الخطوه يا جماعه، راح نروح على راح نختار اللي هو المفروض يكون عندي بارتيشن اي، بس نتأكد من هذه، ليش عندي مش ظاهر. هو ظاهر عندي فقط السي، مش ظاهر عندي الاي، خليني اتأكد منها معلش. اوكي سكيورتي، تمام، معلش مرة ثانية. سيرفر عفوا، احنا واقفين على سيرفر الفايلز اللي هي موجودة هنا، واحنا في سيرفر الفايلز مش عاملين البارتيشن لهذا السبب. عفوا منكم، يعني خلينا بس نضيف البارتيشن سريعا.
بارتيشن المضيوف، نروح على الديسك مانجمنت. اوكي بشكل سريع يا شباب نعمل بس شيرنج، نضيف عملية الشير. نرجع للدي اف اس، نرجع مرة ثانية، اضافت عندي الاي، الان اصبح عندي انا الاي مضيوف. تمام، الدي اف اس على انيبل برضو الاي، اصبح عندي مضيوف. كرييت سكسس. اوكي، لو ذهبنا على على سيرفر الفايلز وذهبنا على الدي اف اس، ممتاز، من المفروض انها تكون ظاهرة امامي. لو ذهبنا على ايه وعملنا اي فولدر، المفروض تكون ظهرت عندي في الدي اف اس. نعطي شوية وقت ولكن بس نتأكد، بعدها ان شاء الله بيكون عندي انضاف. هذا في سيرفر الفايلز وهذا في سيرفر الدي اف اس. تضل عليه ثواني يا جماعة ونشوف ان شاء الله شو العملية راح تصير. على طول اجاني زي ما انتم شايفين امامنا، لاحظتوا على طول انضاف عندي ايش سيرفر عفوا فايلز ال 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 التست 1 2 3. والعملية العكسية يا شباب، لأنه ذهبنا احنا الآن بس معلش للبرنامج نشوف كيف العملية راح تتم. طبعا في برامج أحسن من الميني تول بكثير، يعني صراحة في برامج كثيرة نقدر أن نستخدمها بشكل أوتوماتيكي يعني نتم أيضا، وهذا أيضا مش يتم فيه بشكل أوتوماتيكي بس، ولكن كفكرة أنا حبيت يعني أنكم تكونوا فاهمينها وواضحة لكم. شوف السينك، معلش عفوا انا لاغي عملية السينك ما بينهم، معلش انا لاغي عملية السينك الاي، معلش انا عشان لاغي العملية هذه فبضطر اني ارجعها مرة ثانية. شيرد، تمام، اوكي، معلش انا لاغي العملية يا شباب. فيلد كرييت نيو تاسك، حصل معنا شوية مشاكل في ال في التاسك بس معلش اعملها مرة ثانية. انا لاني غيرت في الاعدادات راح يكون عندي يا شباب 200 200 200 على 3، اتاكد بس من الاي بي 3، واسم الفولدر اللي راح يكون عندي البارتيشن اي، فانا راح احطها هنا عندي اي هنا الادمنستريتور. تمام، نروح للسينك الان، المفروض يعمل سينك، نشوف المانج. ننشئ سينك جديدة،
ومعلش بس حصل عندي انا خطأ في البرنامج. حصل عندي مشكلة انا في انشاء التاسك للأسف. طيب بسيطة، ندخل مرة اخرى ونشوف ايش المشكلة اللي حصلت معي. هي حصل عندي دبليكيت في الفايلات، لان انا انشأت شيء وحذفت شيء فحصل عندي دبليكيت. خلينا نجرب الان. السينك اوكي، تم حذفها على فكرة لوحدها بدون ما احنا نتدخل. طيب نجرب الان نحطه على الاي، هذول هم اللي راح ينتقلوا. اوكي تمام، حصلت معايا بشكل طبيعي والحمد لله، ماشي الحال ممتاز. طبعا يا شباب انتوا بتقدروا انكم يعني تعملوا سكجول لهذا التاسك، تبدا يعني بشكل اوتوماتيكي لوحدها. لو اديت، لو دخلنا على ايديت سكجول وانتوا تعملوا مثلا من ساعه كم للساعه كم، بس لا يفتح معايا هو شويه. ديت سكسسفول اوكي، ايديت سكجول تمام، فتحناها يا شباب. بتقدروا تعملوا مثلا كاون ايفنت على اللوج ان، عفوا على اللوج اون وعلى اللوج اوف مثلا، او على على مدار الاسبوع او على مدار الوقت، على حسب انتوا طبعا شو يعني شو بتحبوا تختاروا، او بنفس اللحظه. كل هذه الاشياء يا شباب انتوا بتقدروا طبعا تتعاملوا معاها في حال حصل اي تغيير، حصل اي تعديل في الملف، فورا ينتقل على الدي اف اس الاخر. باستخدام طبعا انت بتعين فقط فولدر، وهذا الفولدر هو اصلا بيتم نقله من الدي اف اس هذا للدي اف اس هذا، والدي اف اس راح يتولى عمليه النقل من هذا الى هذا. ومن ثم يا شباب احنا راح ان شاء الله نتعامل ايضا مع الناس ستورج، انه يكون الناس ستورج نفسه يكون له هارد ديسكات موجوده عندي في في السيرفر فايلز، انك انت تعمل ماونت و لا سيرفر الى البارتيشنات انت بتاخدها طبعا من خلال الناس ستورج، بتحطها بالسيرفر فايلز. والسيرفر فايلز اصلا نفسه لما بيتخزن عليه يا شباب هو الهارد ديسكات اصلا مش موجوده في جوه السيرفر فايلز، هي بتكون موجوده بجوا الناس ستورج، ولكن انت بتشوفها كانها موجوده مع السيرفر فايلز. هذا يا شباب كل شيء بالنسبه لمحاضرتنا لليوم. خلينا بس ندخل نشوف. طبعا اكيد يا سلام، زي ما انتم شايفين يا جماعة عندي طبعا انتقلت عندي البيانات زي ما انتم شايفينها امامي، اللي كانت موجودة عندي في الدي اف اس، اللي موجودة عندي طبعا في الدي اف اس اللي هو الدي اف اس اي، انتقلت عندي على الدي اف اس بي. نتأكد بس معلش عشان نأكد المعلومة زي ما انتم شايفينها امامنا. لو ذهبنا للفايلز شير زي ما انتم شايفين يا جماعة انتقلت الداتا عندي اللي هي موجودة كانت بالسايت A انتقلت عندي وأصبحت عندي موجودة بالسايت إيش B، وبإمكان أصلا اليوزرز إنه يعمل أكسس على هذه الداتا بدون أصلا ما يذهب لهنا للسايت A. فهذه يا جماعة كل المواضيع اللي احنا تكلمنا عنها، هي طويلة بعض الشيء ولكن مهمة جدا. ألخص لكم الموضوع قبل ما نختم هذه المحاضرة إن شاء الله. قمنا بعمل إعدادات السيرفر فايلز وتنصيب ال DFS على سيرفر الفايلز، وقمنا بعملية إعدادات أيضا ال DFS على سيرفر ال DFSA اللي هو الببليك، بالإضافة إلى ال DFS هذا وتوصيله مع سيرفر الفايلز اللي في الداخل. تمام، أصبح عندي في ريبليكيشنز ما بين ال DFS هذا وال DFS هذا، وأصبح في عندي ريبليكيشنز ما بين ال DFS هذا وال DFS هذا. والدي اف اس هذا والدي اف اس هذا يا شباب فيما بينهم ايضا ريبليكيشن للداتا. تمام،
وكل هذه العملية يا جماعة بتتم من خلال مين؟ من خلال كل العمليات اللي انتم شايفينها امامنا، الراوترات والفايرولات، بالاضافة الى يعني تفعيل الاي بي سيك وعلى على السيرفرات فقط بتاعت الريبليكيشن داتا. هذا كل شيء يا شباب، واتمنى لكم التوفيق، وان شاء الله تعالى المحاضرة تكون اعجبتكم، وباذن الله تعالى لن اتأخر عليكم في باقي المحاضرات. لا تنسوا نصائح دعائكم، أخوكم أحمد المشايخ، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.